والله ما انت ديارد انصفولي راح يعفروا عيال بنا والله كبوب يا اخي يا امارات ديارد يا شاكه في سكين عاوني وني قاعد عم حق خلدر خشي قالك بتي امالي انا قاعد كل يسوى خرمو يا ماشي انا بشر وماني ازديالي يقولوا يا والله اني قاعد استرجني سوي ابو انا يا اخي هو ابريم كنت له هو ديارد خمس وراعي ان يوكي هذا انا يمكن او الا هولندا عاد وعم كترس انا عم ماشي كجوب بار روا مركه واكاس من فان تعو هذا نوع هو اول ما عند زعو ما نقول والله ها ما اول معنا ويا ابو الدور عد ما قصدني هو ده كنت جرا يا اخي ابو يخسر له لا يا اخي ليه ما كان نقدر نقول شو اشي الويدك جوابي انا انا سوجير انا سوجير بكل شيء كده ابنك با والله واقع يا ابن معنا انا مركز كنت صور على ايه جيزه الصور على انا اساسا يجي نوزع بعض الديار صارني ما ايش اللي جنوزع يا ابا راح يسوي عندك جرا هودا قلت انا كاخذت بعد ثاني واحد كرسي دور كقرر دبزيره حساب لي لين ما يا هذا اسك بعد انه زمان انا هو مركان ديار صفولي دبهك صفولي مبادي اولا نمره انجليزك اذن برقراف كيسا اذن وعيدو سام شاكو عاكيتي نقام واريوه يا مكرمو ارتا انا فرطا على البليس ارتا ايه انا صفر فرطا بسم الله ايه ماتنا شي يسي مو ايدو ملين هاي ما هبا قشي كانا كبت عوض كسي ماشي فدي عميل او معنا غطركي باشاك اماني بسم الله عوض دياري نكتب انا سوا يا ما شاء الله هذا كاسي درس واشي كويدي اه انا حرنك جواب وزا وانا جبت درس وقع المعقول من الخيمة ما ابا والله حق عليك ريد ما عم معك خرب ولا خرب اسمع ما هو ريد مرمر اسفوريتو ما عاد تمد لا بس يبيك ان الديار ده دبي الكوربري ان شاء الله لا انا خرب اسمع انا يعني ما هو كريون اسعنا وسمينا حفله للمدير اسعنا ما ان شاء الله دول من وايا ان شاء الله الحركه الحين يا ابو لا انا الى الله سبحانه وتعالى